شكرا للزملاء واهلا بكم الى النشره الرياضيه. استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، استقبل المهندسة فاطمة حسين بعد أن نجحت في اجتياز سباق الجري فائق السرعة الأكثر سرعة في العالم. تفاصيل أكثر نتابعها من خلال هذا التقرير. بطل بعباءة بحرينية، هذه هي قصة العداءة فاطمة حسين، وهي متفردة بثوب بحريني في سباق فائق السرعة العالمي كأول رياضية من دول مجلس التعاون الخليجي. سويت سباق UTMB، فسباق UTMB يعتبر من أكثر سباق مشهور في هاي اللعبة، جري مسافة طويلة جبلية. UTMB ألترا تريل دو مونبلو، مسافته 170 كيلو، بس هاي نص القصة. النص الثاني 10,000 متر صعود. 10,000 متر صعود يعني كأني صاعدة ونازلة أفرست وزيادة، بس مو مرة واحدة طقة واحدة، نصعد ننزل نصعد ننزل نصعد ننزل. فأخذ تقريبا يومين، 47 ساعة متواصلة عشان أقدر أوصل خط النهاية بدون نوم. فطول هالفترة هو سباق نفسه في كت أوف تايمز، يعني لازم توصل مثلاً عد كيلومتر 30 على هالساعة، إذا ما وصلت استبعاد، توصل عد هالكيلومتر ما وصلت استبعاد. مجال العمل لم يكن عائقاً أبداً أمام فاطمة لنرى المهندسة العداءة في أفضل ثوب، مخترقة تضاريس السباق وحاصلة التفوق الرياضي والعملي في آن واحد. الشغل جداً متعاونين، في دعم من الشغل، يعني both of them together، إن الشغل متعاون معاي وأمارس الهواية واللعبة اللي أسويها، الحياة تكون دعم قيادي رياضي كان وليد اللحظة الأولى من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، لم يتوقف واستمر حتى بعد رفع علم المملكة عند خط النهاية. كان بالنسبة حقي شيء أو أقول مفاجئ، بس يعني استقبال جدا رائع، استانست فيه، حسيت شلون قيادتنا تهتم في الشباب. يعني أي إنجاز أحد يسوي يرفع فيه علم البحرين راح يشوفونه وراح يقدرونه. فتكلمنا عن الرياضة وتكلمنا عن الشغل بعد، فكان المقابلة ملهمة بالنسبة حقي، لأن سمو الشيخ ناصر بعد رياضي عداء خيال، يلعب سيكل، يلعب ترياثلون، وعنده إنجازات على مستوى العالم. هو في البداية بس أعرف أن القيادة مالتنا تحفز الشباب، تحفز الرياضيين، تدعمهم، تشوفها من يعني جميع وسائل التواصل الاجتماعي، تشوفها من جميع الرياضيين اللي احنا نشوفهم. هاي أكبر دافع حقنا، لأن ندري أن المملكة تدعمنا في هاي المجال. كمية الفخر لحظة الوصول مثابرة مختبئة خلف عباءة بحرينية خالصة، فعلا بك نفخر يا فاطمة حسين. زار نجم فريق بوستون سلتيك لكرة السلة جيلين براون زارت الرباط المنتخب الوطني الأول لكرة السلة الذي يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في الصين، حيث رافقه خلال الزيارة السيد محمد العجمي مستشار سمو رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد البحريني لكرة السلة. وشارك براون تدريبات المنتخب الوطني كما التقط صورا تذكارية مع لاعبين المنتخب. توفيق من الله، وطبعا هالشيء ما يجي من فراغ، من دعم قيادتنا لنا، واحنا من قبل انا قلت احنا نمشي على خطاهم وننفذ توجيهاتهم. طبعا التصنيف الجديد اللي وصلنا له هذا بمجهود الشباب والطاقم اللي وياي كامل، يعني مو مجهود شخصي، اجتهدنا والحمد لله ربي ما ضيع لنا تعب.
طبعا زيارة هالنجم احنا يعني من قبل كنت انا اقول انه ودنا نسير او نوصل او نتعلم من الـ NBA او ناخذ من خبراتهم، وهالزيارة يعني فرصة يعني تبادل مشترك بيننا وبينهم، تعاون واتفر اللي يكون نحصله منهم، ومن انه هو كداعم الحين زاير التمرين للاعبين نجم مثله يكلمهم ويوجههم، فهذا بيكون شيء جانب ايجابي يعني الحمد لله. تجمع ثلاثي، سمو ولي العهد، سمو الشيخ ناصر، سمو الشيخ خالد اليوم. ما في احلى من كذي الصراحه، تشرفنا كلنا بهالتواجد ودعمهم اللامحدود للرياضه، وهو بعد استانس في لقاء معاهم وكان لقاء حلو. كلمتين او ثلاث، شنو النظره مالت محمد؟ شنو يبي يسوي محمد؟ طبعا الحلم او ما له حدود عندي انا، كثر ما نقدر بنوصل نسبق او نتطور كثر ما نقدر، فان شاء الله الله يناولنا اللي في بالنا ان شاء الله، وكل جديد ان شاء الله بتطلعون عليه ان شاء الله باذن الله. حقق منتخبنا الوطني لكرة اليد فوزا مثيرا وبنتيجة كبيرة أمام المنتخب الكازاخستاني بنتيجة 45 هدفا مقابل 22، وذلك في افتتاحية مشواره بدورة الألعاب الآسيوية المقامة في الصين. ويسعى نجوم الأحمر لتحقيق انتصار آخر في مباراتهم المقبلة أمام منتخب أوزبكستان من أجل التأهل إلى الدوري الرئيسي من المنافسات بهدف الوصول إلى نصف النهائي، وذلك في ظل الإمكانيات والخبرات التي يمتلكها المنتخب والذي يضم مجموعة من أفضل اللاعبين في القارة الآسيوية. تأهل منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم إلى دور 16 من دورة الألعاب الآسيوية المقامة في الصين والتي تستضيف مدينة هانغشو الصينية، رغم خسارته من كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف دون مقابل بعدما حصد في رصيده نقطتين بالتعادل أمام تايلاند والكويت، ليتم اختياره ضمن أفضل أربع منتخبات تحتل المركز الثالث من المجموعات. استقبل سعادة الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة نائب رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، استقبل أندرو باستونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين بحضور السيد علي الماجد الأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية. وتأتي هذه الزيارة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة البارالمبية الدولية 2023. وأعرب الشيخ خالد بن حمد عن سعادته بهذه الزيارة مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة بين البحرين واللجنة البارالمبية الدولية في ظل دعم الرياضة البارالمبية وتطويرها في المملكة وعلى المستوى الدولي. خسر فريق المنامة ممثل كرة السلة البحرينية أمام فريق إيجنت الأمريكية بنتيجة 60 مقابل 80 نقطة، وذلك في مباراة تحديد المراكز الخامس والسادس ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الدولي لكرة السلة المقامة في سنغافورة. ولعب المنامة ضمن حسابات المجموعة الثانية وقد خسر ممثل البحرين كلتا المباراتين قبل أن يتجرع مرارة الهزيمة الأخيرة أمام إيجنت الأمريكي.